الآن طلاب، راح نقوم أنا وياكم بتحقيق الهدف الثاني من درسنا لليوم، وهو أن يتعرف الطالب على المعنى الهندسي للعدد المشتق ومعادلة المماس والنظم. بدي أعرف هلق الفتحة عند النقطة X صفر ماذا يمثل هندسيا؟ ماذا يمثل بيانيا أو هندسيا؟ ماذا يمثل الفتحة عند النقطة X صفر؟ خلينا نشوف. المعنى الهندسي للعدد المشتق اللي هو الفتحة عند النقطة X صفر. أقول طلاب العدد المشتق يمثل هندسيا ميل المماس. كيف يعني؟ شوف، لتكن لدي الدالة F المعرفة على المجموعة دي المحتويات في R ومجال الاشتقاق إلها I المحتوى في مجموعة التعريف. عندئذ انظر إلى رسمي، هذا C خط البيان للدالة F، وفي عندك النقطة A من هذا الخط. المماس دي يمس الخط C في النقطة A بإحداثياتها X0 وY0. انظر، C خط بيان للدالة F، وعندك نقطة تنتمي إلى الخط. أي مين هاي؟ هي نقطة التماس. عندئذ ميل المماس طلاب هو العدد المشتق عند النقطة إكس. المماس اللي بيمس الخط البياني للدالة إف اللي أنا بدي اشتقه، المماس اللي بيمس الخط البياني للدالة إف النقطة أي اللي إحداثياتها إكس صفر واي صفر، ميلو 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 هو الفتحة عند النقطة إكس. إذن عندئذ ميل المماس دي للخط C في النقطة A التي إحداثياتها X0 Y0 هو الفتحة عند النقطة X. ميل المماس دي للخط C في النقطة A التي إحداثياتها X0 Y0 هو الفتحة عند النقطة X. إذا من هو المعنى الهندسي للعدد المشتق؟ أقول هو ميل المماس في نقطة التماس. فتحة عند النقطة X صفر هو الميل، ميل المماس دي للخط C في النقطة اللي إكساتها X صفر وواياتها Y صفر. هاي الX صفر إكسات النقطة، إذا أنا بدي أوجد الفتحة عند الX صفر أحصل على ميل المماس. طيب إيجاد معادلة المماس، طبعا هم نكتب M يساوي الفتحة عند النقطة X صفر، وبالتالي تكون معادلة المماس في النقطة A هي دي نقطتين y ناقص y صفر يساوي m بx ناقص x صفر. شو يعني؟ الx صفر y صفر هي نقطة التماس، m هي الميل. معناته هلق أنا بقدر أقول لإيجاد معادلة المماس ماذا يلزمنا؟ لإيجاد معادلة المماس طلاب يلزمنا نقطة وميل. النقطة بتكون إحداثياتها X0 Y0، الميل هو M. شلون بحسب الميل؟ بعوض في المشتق معادلة المماس هيدا الحفظ، دي نقطتين الـ Y ناقص Y0 يساوي M في X ناقص X0. معادلة المماس دي نقطتين الـ Y ناقص Y0 يساوي الميل في X ناقص X0. X0 Y0 نقطة التماس، الميل ميل المماس. آخر شيء المماس هو مستقيم، بعد ما تعوض فيه تكتب معادلته بالشكل النموذجي y يساوي mx زائد b. إذن المعنى الهندسي لعدد المشتق هو ميل المماس، وتكون معادلة المماس y ناقص y صفر يساوي m bx ناقص x صفر. الx صفر y صفر لنقطة التماس، والm هو الميل، يعني لإيجاد معادلة المماس شو بيلزم لي؟ نقطة وميل. طيب الناظم، من هو الناظم طلاب؟ الناظم هو المستقيم العمودي على المماس في نقطة التماس. الناظم هو المستقيم العمودي على المماس في نقطة التماس. مين هذا الناظم وكيف بدي أوجد معادلته؟ خلونا نشوف. الناظم دي واحد هو المستقيم العمودي على المماس في نقطة التماس، نفس الرسمي، هذا المماس دي الخط سي، المستقيم دي العمودي على المماس، المستقيم دي واحد العمودي على المماس دي في النقطة A، هذا هو. انظر لإيجاد معادلته كمان بدي ميل ونقطة،
النقطة نفسها، نقطة التماس. دائما طلاب الماس والناظم بيشتركوا بنفس النقطة، هاي من ناحية. ومن ناحية تاني الميل، شلون بدي احسبه؟ من العلاقة، ميل الناظم يساوي ناقص واحد على ميل المماس، العلاقة بدي احفظ. ميل الناظم يساوي ناقص واحد على ميل المماس. إذا أقول الناظم دي واحد هو المستقيم العمودي على المماس دي في نقطة التماس A بإحداثياتها X0 و Y0، ويتحقق ميل الناظم يساوي ناقص واحد على ميل المماس. وبالتالي تكون معادلة الناظم، اتفقنا أن النقطة مشتركة ما بين المماس والناظم A إحداثياتها X0 و Y0، معادلة الناظم دي واحد نقطتين الواي ناقص واي صفر يساوي الام واحد باكس ناقص اكس صفر. مين هذا الام واحد؟ طلاب الام واحد هو ناقص واحد على ام، ميل الناظم يساوي ناقص واحد على ميل المماس. إذن المماس والناظم دائما يشتركان بنفس النقطة، بدنا نعرف المعلومة هاي. لإيجاد معادلة الناظم فقط علي حسب الميل، النقطة بعرفها من المماس. كيف نحسب الميل؟ من القانون، ميل الناظم يساوي ناقص واحد على ميل المماس، ومعادلة الناظم y ناقص y صفر يساوي m bx ناقص x. صار هلق عندي المعنى الهندسي لعدد المشتق شو هو؟ المعنى الهندسي لعدد المشتق طلاب هو ميل، ميل المماس. الفتحة عند النقطة x صفر هو ميل المماس. معادلة المماس y ناقص y صفر يساوي m bx ناقص x صفر. الناظم فقط عليه حسب الميل، ميل الناظم هو ناقص واحد على ميل المماس. هلق راح أطرح عليكم السؤال التالي وفق التقييم. سؤال: اكتب معادلة المماس دي للخط C في النقطة التي إحداثياتها x صفر y صفر، واذكر العلاقة ما بين المماس والناظم. بس بدي القانون، قانون معادلة المماس دي للخط C في النقطة A التي إحداثياتها X0 Y0. معادلة المماس تعطى بالعلاقة دي نقطتين Y ناقص Y0 يساوي M في X ناقص X0، حيث الM هو الفتحة عند النقطة X0. العلاقة ما بين ميل الناظم وميل المماس، ميل الناظم ماذا يساوي؟ ميل الناظم يساوي ناقص واحد على ميل المماس MD1 ناقص واحد على MD. لإيجاد معادلة الناظم، الميل حسبناه بالعلاقة ناقص واحد على ميل الدي، بتصفي معادلة الناظم Y ناقص شو؟ ناقص Y صفر. نعم ناقص X صفر. Y صفر يساوي M1 بX ناقص X صفر. أحسنتي أحسنتي يا تقى. إذا طلاب شفنا كيف زميلتنا تقى الله يعطيها العافية كيف شرحت لنا كيف ما هي معادلة المماس وكيف بنحصل على الميل وشو بيلزمنا لإيجاد معادلة المماس، وشرحت لنا كمان العلاقة ما بين ميل المماس وميل الناظم. ميل المماس هو المعنى الهندسي لعدد المشتق فتحة عند النقطة X. هذا ما يتعلق به المعنى الهندسي لعدد المشتق وميل المماس وميل الناظم.